أكتر صف بيكون فيه ولاد مع حضرتك. رجعت الوحدة الستة اللي هي بتتكلم على ترتيب العمليات الحسابية. ببساطة كده يا شباب، أول حاجة بقوم بيها في ترتيب العمليات كنا متفقين عليها هي الأقواس. تاني حاجة بعد الأقواس هي الضرب أو القسمة من اليسار إلى اليمين. الضرب أو القسمة من اليسار لليمين على حسب اللي قابلنا منهم الأول، من اليسار إلى اليمين. آخر حاجة هي الجمع أو الطرح من اليسار برضو أو اليمين، من اليسار إلى اليمين. طيب أجيب لك سؤال، مثلا مثال لو أنا قلت 5 + 6 ضرب 2 ناقص 8 قسمة 4. الأول يا مس هبتدي بالأقواس، بس هنا ما عنديش أقواس، فبالتالي مش هبدأ بالأقواس، هشوف اللي بعد الأقواس مين الضرب أو القسمة. طيب أنا هضرب الأول ولا هقسم الأول؟ إحنا متفقين إن إحنا جايين كده من اليسار، إحنا ماشيين من اليسار لليمين، فاللي يقابلني الضرب يبقى هضرب الأول، قابلني القسم يبقى هقسم الأول. أول ما قابلني الجمع الجمع، بس أنا مش هجمع، أنا هضرب أو هقسم الأول، الجمع والطرح ده في الآخر خالص. فقابلني الضرب قبل القسمة يبقى أنا هضرب الأول. 6 × 2 = 12 وانزل 5 زائد زي ما هي، وبعد كده قابلني القسمة 8 قسمة 4 × 2. طيب انا كده ضربت وقسمت، بعد كده الجمع او الطرح من اليسار لليمين على حسب اللي هيقابلني الاول، هو جمع ولا طرح؟ قابلني الجمع الاول يبقى هجمع الاول، 5 + 12 = 17، وبعد كده هطرح ناقص 2 تبقى 15. في مشكلة السؤال ده يا شباب؟ لا أين مين عنده مشكلة فيه يا شباب؟ أنا ما عنديش أي مشكلة. أعيده تاني، اللي عايز نعيده تاني يا شباب أعيده تاني. طيب تعال ناخد بقى السؤال في علامات عشرية بقى، اللي هو الشغل بتاعنا ده، الشغل اللي احنا خدناه في رابعة ابتدائي لما يكون أرقام بسيطة زي كده. طيب لما يجي لي بقى يقول 20 ضرب يفتح قوس 7.61 + 34.18 - 8.12 = 10. المفروض يا مس انت قلت لنا هنبدا بالاقواس. طيب ادي الاقواس، بس القوس فيه كذا عمليه، يبقى انا هعمل ايه الاول؟ هل هجمع ولا هطرح ولا هقسم؟ المفروض نعمل الاول القسم والضرب، واخر حاجه ده بيبقى الجمع والطرح، يبقى انا المفروض هقسم. طيب لما نيجي نقسم الكلام ده، ال 8.12 على ال10، احنا قلنا في القسمه العلامه بتتحرك ناحيه اليسار، وعشان انا بقسم على 10 يبقى هي بتتحرك خانه واحده، يعني العلامة دي هنا يمس بعد 8، يعني 8 + 1 = 2، وهنحط 0 في خانة الأعداد الصحيحة. كده أنا قسمت. طيب بعد ما قسمت بقى قدامي في جمع وفي طرح، هجمع الأول ولا هطرح؟ هنجمع طبعا، لأن الجمع الأول، احنا بنمشي كده، احنا ماشيين من اليسار لليمين. أكتبهم تحت بعض، 61.7 وتحتيها 18.34. الأجزاء هنا متساوية يا مس؟ متساوية، أنا أهم حاجة خانة الأجزاء، طالما هنا في رقمين وهنا رقمين خلاص. طب هنا خانة الأعداد الصحيحة يا مس، هنا رقم وهنا رقمين؟ لا ماليش دعوة بخانة الأعداد الصحيحة، أنا لما بتكلم بنقول الأجزاء أهم حاجة مساواة الأجزاء، طالما الأجزاء متساوية خلاص. تعالوا نجمع، 1 + 8 = 9، 6 + 1 = 7، البوينت تنزل، و7 + 4 = 11، واحد ومعنا الواحد، 1 + 3 = 4.
تبقى 41.79، طلعت 41.79. يبقى أنا جمعت دول وقسمت دول، بينهم علامة ايه؟ ناقص. يبقى أنا كمان هنقصهم من بعض، هكتبهم تحت بعض واطرحهم، الكبير طبعا ناقص الصغير. بس نخلي بالنا ده هنا في 3 أرقام، يبقى المفروض أحط هنا زيرو عشان نساوي الأجزاء، عشان أعرف أكتب الرقم تحت ايه صح. البوينت تبقى تحت البوينت دايما، زي ما هنا في 3 أرقام يبقى هنا في 3 أرقام. نطرح 10 ناقص 0 ناقص 2 ما ينفعش، فهتبقى 10، ودي 8. 10 ناقص 2 8، وتمانية ناقص واحد 7. 7 ناقص 8 ما ينفعش، هتبقى 17، ونستلم. 17 ناقص 8 كام يا شباب؟ 9. والبوينت قابلناها تنزل، و0 ناقص 0 0، وال4 تنزل، يعني طلعت 40.978 جزء من 1000. بعد ما حلينا الأقواس هنعمل إيه؟ آخر حاجة هنضرب في ال20 دي. طيب أضرب إزاي في 20؟ عادي، اكتب ال20 ونضرب في الضرب الأصفار يا مس، بتنزل الصفر ده هننزلهم ونضرب. 2 في 8 ب16، 6، ومعايا الواحد. 2 في 7 ب14، 1 15، 5 ومعانا الواحد. 2 في 9 ب18، 1 19، 9 ومعانا الواحد. 2 في 0 ب0، 1 ينزل. و2 في 4 ب8. العلامة محطوطة بعد كام رقم؟ 4 3 أرقام، يبقى أحطها برضو بعد 3 أرقام، يعني هتيجي هنا في النص يا شباب، يبقى الناتج هيطلع 819 و560 جزء من 1000. 819 و560 جزء من 1000. سؤال تاني، سؤال تاني على نفس الحكاية دي. هو السؤال كان طويل شوية، بس هو احنا مشينا بنفس ترتيب العمليات، ما عملناش عملية قبل التانية. أقواس اسمه والضرب من يسار لليمين، وآخر حاجة جمع وطرح من يسار لليمين. تعالوا ناخد سؤال تاني. 17.35 جزء من 100 زائد 24.5 ضرب 10 في قوس 1/10، سوري. طب مش محتاجة قوس، حاططها في قوس ليه؟ لأن هي أصلا ضرب، مش هحطها في قوس. ناقص 12.4. أنا لغيت القوس ليه؟ لأن أنا مش محتاجة قوس يا شباب، لأن كده كده الضرب هو اللي أنا هقوم بيه الأول، فليه أحط أقواس؟ الضرب في 1 جزء من 10 هو هو القسمة على 10، معنى إن أنا هقسم على 10 لما بتتحرك ناحية اليسار الرقم، يبقى 2.45. وبعد كده هجمع عليها 17.35، والناتج اللي هيطلع هطرحه من 12.4. نجمع الأول دول مع بعض، 5 و5 10 0، ومعانا الواحد. 1 و4 5 و3 8، و2 و7 9، والواحد ينزل. وبعد كده هطرحها من 12.4، اكتبهم تحت بعض علشان ما غلطش. دايما في الطرح والجمع الافضل ان احنا نكتبهم تحت بعض، عشان الغلط يبقى ايه؟ مش كتير، الغلط يبقى قليل. 0 ناقص 4 ما ينفعش، بستلف. 10 ناقص 4 6، و7 ناقص 0 7، و9 ناقص 2 7، و1 ناقص 1. يبقى الإجابة هتطلع 7.76 جزء من 100. في حد مش فاهم يا شباب ترتيب العمليات؟ أنا فاهمة، بس الناس عايزة حل مسألة. لا كلنا هنحل، كلنا هنحل يا عمر، لا تقلق، لا أنا أقلق، لا تقلق. سوف أقلق.